طيب خلينا نحكي عن التوبيك عن الداتا ستراكشر الجاي. الشيء اللي هسه بدنا نحكي عنه اسمه سيت، تمام؟ هسه كالعادة عشان نستخدمها بدي استدعيها، تمام؟ هسه بس اعرف اوكي السيت بكل بساطة نفس الاشياء اللي كنت بستخدمها، بس هي اوريدي بتعمل لي شغلتين. باي ديفولت هي ما بتاخذ نفس الفاليو مرتين، تمام؟ يعني اذا اني عرفت، طبعا عشان اعرفها نفس شكل الفيكتور، تمام؟ عشان اعمل عليها، عشان ادخل عليها فاليوز بدي اعمل انسيرت اسمه. بس هون اذا اني عملت للفيكتور للست انسيرت لنفس الفاليو، فهي باي ديفولت ما بتاخذ الفاليو غير مره واحده، اوكي؟ فعشان لو بدي اتفرج على السايز تاع الست مبدئيا اللي هو نفس الفيكتور اس دوت سايز، لو بدي اطبع راح يعطيني السايز واحد مش اثنين، انه هو بيقول لي انت دخلت الخمسه مرتين، فبس المره الثانيه ما بتهمني، تمام؟ فانا بس بيهمني ايش؟ بيهمني اول فاليو. اوكي. فبكل بساطة الست انا بقدر استفيد منها انه بعرف اذا انه الاليمنت اللي انا هسه عندي اياه هل هو مكرر ولا لا. مين بيقول لي كيف بدي اعرف مبدئيا هسه بالشيء حكيناه؟ بالست. اشو؟ بالضبط. حدا ثاني يحكي نفس الحكاية من اللي ما سمع فيها. اوكي. انا نفرض كان عندي بدخل ارقام، هسا بس ادخل، لنفرض كان حجم الست خمسة وانا دخلت عليها رقم، اذا ما تغير حجم الست شو معنى هذا الاشي؟ معناها الرقم اوريدي موجود. يس. فاذا انا بدي اعرف هل الرقم موجود، هل بدي اعرف كم عدد الفاليوز اليونيك اللي مختلفين، بدخلهم على ست وبعديها بشوف السايز تبعها. هسا اذا دخلت element وما اختلف السايز معناها هذا element ايش؟ already موجود، تمام؟ هسا السؤال اللي بدنا نشوفه، اوكي السؤال اللي هسا حليناه بينحل على الست، ممكن مش متأكد، ممكن نحكي في هاي المحاضرة او المحاضرة الجاي، لانه بحتاج امشي على الفاليوز اللي جوا الست. هذا موضوع شوي يعني بده شوي شرح، بس على الاقل خلينا نحكي الفكرة الاساسية اللي هو اشيك هل اشيك عدد الفاليوز اليونيك او هل الفاليو تغيرت ولا لا، تمام؟ طبعا الفاليو تاعت الست ممكن تكون اي شيء، فانا ممكن احط هنا string، ممكن احط بير اوف فاليوز معينين، يعني ممكن عادي طبيعي، انا بس بحط داتا تايب هون، تمام؟ هسا السؤال اللي بدنا نشوفه بحكي لي انه هو زي قصة عن هاري بوتر، اذا حدا حضره، انا مش كثير ذاكر القصة، بس كخلاصة بحكي لي في عندي ليست فيها اسماء، عدد ان من الاسماء، تمام؟ وهاري بوتر بمر على كل بمر قاعد على كل اسم بتأكد هل هذا الاسم موجود ولا لا. فمثلا فاذا بده لكل فاليو لكل سترينج بعطيه اطبع له هل هذا الاسم اجى قبل هيك ولا لا. يعني مثلا هنا باول مثال اول شيء اعطاني توم، هاي اول مره بيتكرر توم حسب الترتيب اللي انا ماشي فيه، فنو ما شفت توم قبل هيك. بعديها بيجي لوكاس مثلا برضه نو، جيني نو، هاري نو. هسه ما يرجع كمان مره يدخل جيني، ايش بدي احكي له هون؟ يس انا الفاليو هاي اوريدي موجوده عندي، تمام؟ فهون نفس الشيء، مثلا بدخل اي ثلاث مرات، اول مره حتكون جديده، المرتين اللي بعدها ايش؟ هي لسه اول مره بتطلع. اوكي طيب، فهون لو بدي احل هذا السؤال، ايش مين بيحكي لي ايش كيف ممكن استخدم السيت؟ تفضل. طب اوكي يعني اوكي ساعدني اكتب الست، ست ايش احط هون؟ اوكي ست اوف سترينج سميها اس، تمام.
اذا الشاب اللي حكى انه انا بعرف الست، الست هاي بتاخذ values strings، تمام؟ هسا هي الست منها بتضمن لي انه اذا دخلت نفس string مرتين ما 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 بتاخذ الفاليو. فانا بس بدي احفظ السايز تبع الست مبدئيا واصير اضيف ارقام. اذا ما تغير السايز، شو معنى ما تغير؟ اذا ظل السايز هو نفس السايز القديم يس، معناها بطبع نو، مش اذا ما تغير السايز بطبع يس موجود، غير هيك بطبع نو. فلو بدي احفظ السايز المبدئي، ايش السايز تاع الست بالبدايه؟ صفر. لسه ما فيها ولا إليمنت. فهسا بدي امشي على الليست تاعت الاسماء وادخلهم اسم اسم. طيب فهون بدي احكي له دخل لي الاسم على الست، بعمل انسيرت بدخل الاسم على الست. هسا هون بدي اشيك، بحكي له اذا السايز تاع الست لسه يساوي السايز اللي انا حافظه من قبل اللي هو كان بالبدايه صفر، فايش بدي اعمل هون؟ ايش بدي اطبع؟ اذا كان نفسه شو معناها؟ معناها موجوده، اذا يس، تمام. طيب غير هيك شو بدي اساوي؟ طيب اطبع نو بس ولا في شيء كمان؟ بالضبط. انا اوكي تغير السايز، معناها بدي ازيد السايز لانه زاد بمقدار واحد، تمام. فالست اختصار يعني استخدامها يعني كثير اختصرت علينا، وشيء بسيط يعني ما احتجنا نسوي شيء، بس عرفنا الست، عملنا دخلنا الفاليوز عليها وشفنا السايز تبعها، فما احتجنا كثير يعني كثير وقت عشان نحسب نفس السؤال. بالمقابل لو انا بدي احسبه بدون الست بدي كثير وقت، وممكن بدي تكنيكس كثير ادفانسد عشان احل نفس السؤال، تمام. اوكي فطبع على اول اربعه فاليوز نو وكانوا جداد، اول اربعه فاليوز، بعديها جيني وهاري لما تكرروا طبع الياس. اوكي هون برضه نفس الشيء، طبعا نو بعديها يس لما تكرر الواحد. اوكي فالاستخدام المبدئي تاع الست انه بقدر اعرف كم كل شيء كم مره تكرر، كل عفوا بقدر ادخل الفاليوز وبضمن انهم يونيك، فاعطاني اكسبت، حليت السؤال بسرعه بدون اي شيء يعني كومبليكيتد.